هذه طبعا جرائم متعددة، يسمون الناس تسكير الطريق، هذا هو يسميه الشرع حرابة، يسميه شرع حرابة وقطع طريق. والحرابة وقطع الطريق لمنع الناس من الماء أو من الغاز أو من المواد الغذائية، أو منع الناس من المرور، أو يعني أخذهم على هوياتهم. هذه كلها من أنواع الحرابة التي الله تبارك وتعالى غلظ فيها تغليظا شديدا في قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وقد طلبنا كثيرا بأن تقام حدود الحرابة على كل قاطع طريق، ولو فعل المسؤولون ذلك من أول الأمر لما ما وصلنا إلى ما وصلنا إليه. فهؤلاء الناس ينبغي أن يدركوا أنهم محاربون وقطاع طرق، وهم جهنم وبئس المصير، إلا أن يتوب الله تبارك وتعالى عليهم. وعلى كل الناس أن يقاوموهم ويمنعوهم ولا يسمح لهم. ومن مات دفاعا عن نفسه فهو شهيد، من مات دون ماله فهو شهيد، ومن مات دون دمه فهو شهيد، ومن مات دون عرضه فهو شهيد. هؤلاء مجرمون قطاع طرق محاربون، سواء الذين يقطعون الطريق ويمنعون أهل درنا من ضروريات الحياة، وإلا من يقطعون الطريق في طرابلس، ولا من يقطعون الطريق في أي مكان أيا كانت جهتهم. وأما فيما يفعله المجرمون في بنغازي من القصف والاستعانة بأعداء الله وبطائرات أجنبية، فهذه لا ترضي الله ولا ترضي رسوله ولا ترضي إنسانا حرا له مروءة وله دين وينتمي إلى وطنه. أي إنسان ينتمي إلى وطنه حتى ولو لم يكن مسلما، كيف يسمح لأعداء الله أن يأتوا بطائراتهم ويقصفون أهله ويدمرون مدنه؟ مدينة بنغازي، مدينة بنغازي هل كلها ثوار؟ لو افترضنا أنكم يعني تقاتلون الثوار ومختلفون معهم، أنتم الآن كم قتلتم لهم بنغازي، كم هجرتم منهم، مئات الآلاف هجرتموهم، أخرجتم الناس والنساء والصغار والكبار والقراء والأئمة كلهم يعني شردتوهم. هذا كله كذب وافتراء عندما يقول نحن نكافح الإرهاب وإذلك من هذه الدعاوى الفاجرة الظالمة. فعلى كل من أعطاه الله قوة أن يدفع هذا البلاء وهذا العدوان على أهل بنغازي بكل الوسائل الممكنة.